السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك وحلقة جديدة من حلقات الربح من الانترنت. حلقة النهاردة هتبقى مختلفة شوية، يعني هي مش مختلفة قوي يعني، بس هتبقى حلوة ان شاء الله ومتميزة. لكن في البداية عشان طبعا انتوا اخواتي وحبايبي، فهقول لكم على هدفي بتاع الشهر ده. هو هدف ان نوصل لألف مشترك، احنا حاليا 200 مشترك، هدف ان نوصل لألف مشترك. فيا ريت كل واحد بيشوف الفيديو ده دلوقتي يعمل سبسكرايب للقناة عشان نوصل لألف مشترك. طبعا لكم هدية عندي اول ما اوصل لألف مشترك. تمام، فقبل ما اخش برضو في شرح النهاردة حابب اعتذر لكم اعتذار شديد. نخش هنا على منشئ المحتوى وفيديو مانجر. تمام، حابب اعتذر لكم على الفيديو بتاع بوب كاش، لانه والله العظيم يا شباب انا عرفت ايه كمية الديسلايكات، 8 ديسلايك انا عمري ما خدتهم قبل كده، يعني 8 ديسلايك. فانا عرفت ليه، لان كنت شرحت الشركة دي قبل كده في درس، قبل كده درس تقريبا كانت من الدروس دي، مش عارف الدرس ده تقريبا. فوالله لازم ما خدتش بالي يا شباب ونسيت خالص ان انا شرحت، لان طبعا الدروس زي ما انتم شايفين دول من الحلقات اللي كانت في القناه اللي فاتت، القناه اللي اتقفلت. فانا ما خدتش بالي خالص ان انا نشرته، عشان كنت بنشر بشكل ارتجالي يعني، فما خدتش بالي خالص ان انا نشرت الفيديو ده. فالفيديو ده هو الفيديو الجديد، فيا ريت تبطلوا تعملوا ديسلايك، ما تشوفوش الفيديو خالص مش مشكله، بس بلاش حوار الديسلايك يعني، عشان ده بيخلي برنامج الابطال ممكن يقفل القناه وحاجه زي كده، يعني كفايه اللي اتقفلت قبل كده. ونبدا في الحلقه على طول. ورجعت لكم مره تانية بعد الفاصل. فنبص كده على الشركه دي، اسمها face.li. face.li دي افضل شركه، افضل شركه ممكن تشوفها تعمل لك اختصار للروابط واستهداف امريكي. ناس كتير اتعربت مني عايز شركه الاستهداف الامريكي، وناس كتير بتقول لينك دوت تي ال ما بتشتغلش، وشركه مش كويسه، وشركه طريقه الدفع بتاعتها صعبه ومش باي بال، ومفيش اي حاجه فيها سهله في طريقه الدفع. قلت لها خلاص يا سيدي انسى لينك دوت تي ال وخش على ايرننج يو ار ال. ايرننج يو ار ال مش لاقين لها اثباتات دفع، وشركه شكلها نصابه و3 مليون على العالم ومش عارف ايه. خلاص يا سيدي سيبك من ايرننج يو ار ال وخليك في الشركه بتاعت النهارده فيس دوت ال اي. طبعا الشركه دي هي مصداقيتها عاليه جدا جدا جدا، و100% من غير حتى ما اعمل اي حاجه. اولا بصوا ده الاليكسا ترافيك رانك، اليكسا ترتبع العالم 3663، يعني اعلى من امين رغيب واعلى من حوحو واعلى من الناس دي كلها. ترتيبها على المكسيك، هي موقع مكسيكي، 384، يعني كده مصداقيه عاليه جدا. زائد طبعا هنخش هنا عند السكام ادفايزر ونخش نشوف الشركه. تمام، 100%. الموقع بطيء بس مش مشكله. الدومين بقاله 7 سنين. الويب سايت فاليو قيمه الموقع كبيره جدا زي ما انتم شايفين. الموقع تمام تمام تمام. تالت حاجه ادي اثبات دفع من الموقع. طبعا ده مش اثبات دفع ليا، ده اثبات دفع لقيته في الموقع اللي انا في المقال الاجنبيه اللي انا جايبه في 31 يناير. فاعتقد يعني ده اثبات دفع يكفي ان انت تصدق ان الموقع تمام. موقع يعني انا هنا بس شايل هنا اللوجو بتاع الموقع عشان مش لازم يعني تعرفوا المقاله وبتاع، عشان حقوق الطبع والنشر وعشان برنامج الابطال برضو ما يكونش ليه حجه يعني. فنخش على طول في التسجيل في الموقع. اول حاجه هتعمل هنا ساين اب، او نخش على الريتس الاول. بيدي 12 دولار للولايات المتحده، الناس كلها طبعا استهداف الولايات المتحده، احنا بنتكلم على استهداف ولايات متحده مش يونايتد كيندوم، لا ولايات متحده. وقلت لكم ازاي تستهدفه من على تويتر. هنا هتستهدف ولايات متحده زي ما انت شايف 12 دولار. هننزل تحت كده كبلاد عربية، عندك الكويت 4 دولار و50 سنت يعني 4 دولار ونص، وعندك عمان 4 دولار ونص، يعني في كده بلاد عربية كويسة. مصر مثلا دولار و30 سنت حاجة كده يعني، فيعني شركة ممتازة. فمش مشكلة انك تستهدف استهداف عربي، فانت ممكن تستهدف استهداف امريكي عادي، الناس كلها يعني بتستهدف استهداف امريكي. هتضغط هنا على ساين اب عشان تعمل تسجيل في الشركة. هنا تعمل اليوزر نيم اللي انت عايزه، ايميلك والباسورد اللي انت عاوزه، وتعمل املوت ريبوت، وبعد كده كريتد يوزر. مش هيطلب منك تسجيل تقريبا، ولو طلب منك يعني خش شوف كده، لو طلب منك اعمله لانه تقريبا ما طلبش مني. هنا هتخش بالايميل والباسورد وبعد كده تعمل لوج ان. جميل جدا. طبعا لسه ما اشتغلتش في الشركه، بس طبعا الشركه مصداقيتها عاليه، في الناس تقول لي انت ما سحبتش منها وبتاع، الشركه شفت المصداقيه عامله ازاي. تمام، هنخش على اول حاجه الريفرال، لان كلنا عارفين ان يو شورتن لينك، يعني انت ممكن تحط اللينك هنا على طول، وهنا لو عايز تحط له باسورد وتحط اللينك وتعمل شورتن وخلاص.
وهنا داشبورد عشان طبعا تشوف الاحصائيات بتاعتك، وهنا اللينك اللينكس بتاعتك اللي انت عملتها، وهنا الريفرال هخش اشوف الريفرال بين ده 10% ريفرال، هنا زي ما انتم شايفين ده اللينك الريفرال بتاعك، وهنا بيحط لك الناس اللي عملت ريفرال منك. هنا التولز زي ما انتم شايفين الماس شرينكر والكويت لينك والاي بي اي والفول بيج سكريبت والانتر سكريبت والورد بريس بليجن. تمام، الماس شرينكر زي ما انتم شايفين تمام، ده بيقول لك ممكن تحط 20 لينك في لينك واحد. تمام، ممكن تحط 20 لينك في لينك واحد، زي ما انتوا لو تفتكروا يا جماعه ان انت كده لما بتخش مثلا على ادفاي اي حاجه تلاقيه حط لك اكتر من لينك ميديا فاير كده، ويقول لك حمل 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 حمل، يعني لو بتحمل لعبه كبيره ولا حاجه بيحط لك اكتر من لينك في لينك واحد. تمام، طبعا الحاجات دي مش هنستفيد منها باي حاجه في اي حاله من الاحوال، فهي بيحط لك كل ده في اعلان واحد بس، فانت انت اللي خسران يعني. الكويك لينك طبعا زي ما انتوا عارفين بتشيل اللينك ده ونحط اللينك بتاعك، وبعد كده هو بيختصره لك مباشرة. والاي بي اي تقريبا زي الكويك لينك، ونخش على الفول بيج سكريبت، بتاخد السكريبت التاني ده بتحطه في التخطيط عندك، وهو بيحول لك كل الروابط بتاعت الصفحة لروابط مختصرة. الانتر سكريبت زي ما انتم شايفين ده الانتر سكريبت زي اللي فات ده بالظبط، زي اللي هي الفول بيج سكريبت. والورد بريس بلجن دي حاجات لها علاقه بالورد بريس، للاسف انا ماليش في الورد بريس خالص، بس طبعا لو انت ليك في الورد بريس فانت هتحمل دون وبعد كده تتابع اللي هو بيعمله ده، وحاجات سهله يعني تقريبا بيقول لك اعمل ابلود للملف اللي انت هتحمله دون في مدونتك على الورد بريس. الويزدرو، الويزدرو اقل مبلغ للسحب هو $5. عايزين نركز في ده يا جماعه، بيدفع على فكره عن طريق باي بال، باي بال وبيتكوين، بيدفع عن طريق باي بال وبيتكوين. الناس اللي كانت بتسال على البيتكوين امبارح بيدفع عن طريق باي بال وبيتكوين. تمام، هنسال هنشوف هنا كده بتسحب ازاي طريقه السحب. طبعا اول ما بتجيلك $5 بيقول لك هنا حط البيمنت بروسيسور، وبتحط هنا البيمنت ايميل، و بيقول لك ده التاريخ طبعا اللي هتسحب فيه 15/2. عايزين نفهم الجمله دي يا جماعه عشان دي ممكن تكون محل مشكله لناس كتير. هنا بيقول لك money generated between 1 الى 15، يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي هتجمعها من يوم واحد، مثلا هنتكلم على شهر يناير، من يوم واحد يناير لحد 15 يناير هتاخدها يوم واحد اتنين، يوم واحد فبراير. والفلوس اللي هتجمعها يوم 15 يناير لحد 31 يناير هتاخدها يوم 15 اتنين. تمام، تاني الفلوس اللي هتجمعها يوم واحد لحد يوم 15 هتاخدها يوم واحد في الشهر اللي بعديه، واليوم الفلوس اللي هتجمعها من يوم 15 ليوم 31 او يوم 30 هتاخدها يوم 15 في الشهر اللي بعديه. تمام تمام، واقل حاجه اللي دفع $5، وطبعا الباقي السبورت والنيوز والحاجات دي مالناش علاقه بيها. مثلا عايزين نختصر اي رابط هيبقى بالشكل ده عشان نكون عملنا كل حاجه للموقع. تمام، زي ما انتم شايفين هيبقى بالشكل ده، وبعد كده هتاخد طبعا الرابط وتخش تشوفه. تمام، I am not robot. ثلاث ثواني بعد كده جيت لينك. جميل، زي ما انتم شايفين فهو ده الموضوع. تمام، لكن طبعا في ارنج يو ار ال زي ما قلت لكم هو كان بيضعفها لك في 2. طبعا الميزه دي مش موجوده في الموقع دون، ولكن دي حاجة يعني مش مشكلة شباب يعني عادي. تمام، نرجع كده للموقع مرة تانية. تمام، عمله لك واحد فيوز، وطبعا عشان احنا من مصر فقال لك السي بي ام 1.35 زي ما انا قلت لكم عشان طبعا احنا من مصر. طبعا هو مش دي مرة واحدة بس، يعني انت لو قعدت تعمل كذا مرة هتحسب لك برضه هي نفس الواحد مش هيتحرك. تمام، عشان ما حدش يتذاكى بس. تمام يا شباب، وبكده نكون خلصنا شرح الموقع ده، ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ويا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة، عايزين نوصل ل1000 مشترك، عندنا 205 سبسكرايب، عايزين نوصل ل1000 مشترك قبل نهاية شهر 2، فيا ريت تعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.